العمل دائما في الصحافة له علاقة بالكلمة، من الكلمة، من القراءة، من الكتابة يأتي إلى العمل في الصحافة الثقافية. بالنسبة للصحافة في سوريا لا يمكن لشاب موهوب أو متطلع أن يعمل في الصحافة مباشرة، لابد من امتحان أو من واسطة إلى آخره، أو أن يكون حزبي أو أحد الكبار يأخذ بيده. أنا لم أكن أمتلك هذه المسألة، لا الحزبية ولا شخص كبير يأخذ بيدي ولا أيضا لي واسطة، لكن كنت موهوبا باللغة العربية، وبالتالي أناقش أجادل في المحاضرات في الأمسيات، وبالتالي كان أحد أساتذتي مسؤولا عن جريدة تشرين وهو الدكتور غسان رفاعي رحمه الله. عندما تخرجت في الجامعة كنت أناقشه من قبل فكان يشجعني، أردت العمل في الصحافة فأتيت إليه، قلت أنا أريد أتمنى أن أعمل، ماذا تمتلك كذا كذا، أخبرته فقال لي تعال، أعطاني كرسي وطاولة وأعطاني صفحات لأصححها وليجد أنني أستطيع أن أضبط الأخطاء اللغوية والأخطاء الإملائية فيها والأخطاء أيضا المعنوية. بالتالي أعجب، عملي في صحيفة تشرين 20 سنة، لكن كنا نعاني من السياسة الأمنية والرقابية في الجريدة كما هي سياسة كل الجرائد. لكن لا ننسى نحن أن فترة الخمسينات في سوريا كانت كلها صحافة، كان في مدينة دمشق أكثر من 10 صحف بين يومية وأسبوعية، وبالتالي مدينة دمشق مدينة عريقة بالصحافة. والآن قننت الصحافة في 3 صحف، البعث والثورة وتشرين، ووجدنا أنفسنا في القسم الثقافي. بالنسبة لي كإنسان متمرد وإنسان طموح وإنسان يفهم بالسياسة، كان الهامش الموجود في الجريدة ضيقا علي، فكنت أخذه إلى آخره، ومن خلال الزوايا التي كتبناها والتي تراقب 6 مرات قبل أن تصل إلى القارئ، أو 7 مرات، رئيس القسم يراقبها، المصحح يراقبها، المدقق يراقبها، المخرج يراقبها، مدير التحرير، رئيس التحرير، كله يراقب هذه الزاوية التي نكتبها، ورغم ذلك بين السطور نكلم الناس ويعجبون بالآراء أو تعجبهم آراءنا، و يعني تحريض الناس على الحرية أو على الكرامة أو على الحقوق. وبالتالي الأقسام الثقافية مراقبة مثلها مثل غيرها، وتعرض لأزمات أكثر لسبب أساسي: السياسي لديه تعليمات محددة، الثقافي ليس لديه تعليمات محددة وإنما متروك شيء له. السلطة لم تستطع مباشرة أن تفرض هيمنتها الكاملة على سوريا، لكن بالتدريج حتى عام 82 أحداث حماة، عندها بدأت السلطة تسيطر على كل شيء وبالتالي تجعل الناس بلون واحد، لكن بقيت الصحافة الثقافية فيها هوامش أكثر من غيرها، رغم التعرضات الأمنية أو رغم الرقابة الشديدة أو رغم المساءلات في بعض الأحيان أو منع الزوايا أو منع كاتب معين لفترة معينة يعاقب 2 أو 3 أشهر أو 6. وأنا تعرضت بشكل مباشر في يعني بدءا من التسعينات في الانتخاب الأخير لحافظ الأسد، لأنني رفضت الكتابة عنه، تعرضت لأزمة شديدة جدا ومساءلة أمنية وتهديد، ولم أجد نفسي إلا في المستشفى وفي الإنعاش الشديد وبأزمة قلبية. بقيت المسألة لمدة 1 سنة تحت هذه المضايقات، تحت تهديد بالطرد والإبعاد وإلى آخره، لكنني تحملت ذلك ولم أنصاع لذلك، حتى عدت مرة أخرى وأشرفت على الصفحة الأخيرة وغيرت بها المسائل السياسية، أبعدتها وجعلت أدبية يعني بحجة أن تكون المسائل السياسية في الصفحات الأولى، وبالتالي أخذت مجدي الكامل في الصفحة الأخيرة وفي الزوايا التي كتبتها. لا يوجد في سوريا صحف مستقلة، هناك صحف رسمية، هناك مجلات رسمية، الرقابة على المجلات الرسمية رقابة أمنية ويومية ولحظية أيضا، وبالتالي كنا يعني في المناسبات 6 تشرين أو 8 آذار أو الحركة التصحيحية أو موت باسل الأسد، كان يتم اجتماع بكل المحررين ويطلب منهم أن يكتبوا في هذه المناسبة،
نحن في القسم الثقافي كنا نتهرب من هذه المناسبة، لكن كان بيننا مداحون وكان بيننا من يكتبون وينتظرون هذه المناسبة. لكن هناك مفارقة في يوم هذه المناسبات الرسمية والمدججة كلها بكتابات مديح وتفخيم بالنظام، كان ينحدر الكادر الصحيفي وعدد نسخ المطبوعة منها من 10,000 أو من 20,000 إلى 3,000، لأن الناس لا يشترونها، توزع توزيع على المؤسسات. وبالتالي هناك كان رد شعبي على هذه الصحافة. يوم المناسبات لا تشترى إلا المسؤولين والموظفين يعني، أما بقية الأيام فهناك سباق من أجل شراء صحيفة تشرين، لأنها تقرأ من الخلف، من أجل كاريكاتير علي فرزت، من أجل زاوية حسان عزت، من أجل، رغم أن بها زوايا للتمييع وللخدمات اليومية وإلى آخره. لكن كنا نحن نجد فرصنا في التعبير بين زاوية وزاوية، بين قسم وقسم، بين فن وفن. مثلا الفن الشعري هناك الخطابة وهناك المهرجانات الرسمية، نحن نبتعد عنها، كنا نبتعد عن تغطيتها حتى ولا نشارك فيها كشعراء، لأن لدينا إحساس بأننا نحن لسنا شعراء مديح ولسنا شعراء سلطة. أيضا أنا صنعت أساطيري الخاصة لأستطيع أن أجعلها قناعاً أستطيع من خلاله التعبير. فعملي الأول الشعري الذي طبع في الثمانينات فيها 4 قصائد كبرى، خلية الكوكب شكلت أسطورة عن راقصة بالي روسية اسمها مايا بليسيتسكايا، وجعلتها هي رمز للتمرد والثورة. وبالتالي ابتكرت كوكبا يقوم على الثورة كلها. هذه الأسطورة استطعت من خلالها أن أعبر ما عن أريد سياسيا وفنيا ورؤيويا. وبالتالي أيضا شجر الغيلان، هناك شجر طويل وكان يلاحق القمر، فاستطعت أنا من خلال هذا الرمز الذي ابتكرته أيضا أن أعبر عن الملاحقة السياسية وعن ملاحقة الصوت الحر والجمال إلى آخره. أيضا هناك القصيدة التي فزت فيها في جامعة دمشق، كيف فازت هذه القصيدة وهي قصيدة معارضة ونقد وثورة حتى على النظام وعلى أسسه، وسخرت فيها من الرمز الكبير الذي هو البطل الأسطوري الذي يتدخل في كل شيء أو يوجد في كل شيء ويريد أن يصنع أساطير كاذبة منها حرب تشرين إلى آخره الحروب. هذه القصيدة رمزية، ومن خلال اللغة، من خلال الصراع المسرحي في داخلها، من خلال الفرجة استطعت أن أقول ما أريد وأقول هذا الذي ترونه كله كذب ويوجد حقيقة أخرى وراء الأفقية الشمس التي تريد السطوع. هذا الجانب الذي ابتكرته ساعدني على تأسيس خط في الشعر، وخط معارض وواضح بمعارضته وأيضا بنقده الشديد وثوريته، لأنه كان يتطلع إلى الحرية والديمقراطية ويقول لا توجد حياة بلا هذه الحرية وبلا هذه الديمقراطية. والشعر إذا لم يعبر عن الوجدان وعن الموقف وعن الطموح الكلي للكائن ومطلقه ليس شعرا. لم يعد في الأرض شعراء كبار ولا أناشيد عشق ولا ملاحم كبرى، فلأكتب أناشيدي للديدان والعناكب والنمال وأوراق الشجر، وأقول سلام على شعبي، سلام على قلبي يختنق بأسى ولا يسمع به أحد، سلام سلام على لا أحد. أيضا يمكن الحديث عن بقية الأعمال حتى وصلنا إلى الثورة، ثورة الشعب السوري من أجل الديمقراطية، من أجل الكرامة، من أجل الحرية على الأقل، لأن اللون الواحد ساد الحياة كلها، المعتقلات تملأ البلاد، 16 فرع أمني موجود في سوريا، كممت الأفواه وكممت الكلمات وكممت الهوامش. فخرج هذا الشعب يطالب بإصلاحات بالبداية ولم يكن يريد ثورة، لكن هذا النظام الفاشي
الأمني القاتل الظلامي الذي يمنع الكهرباء عن سوريا لمدة 50 سنة، لا يتحمل كلمة واحدة من هذا الشعر أو من غيره، فخرجت الناس وبالتالي خرجت ضد هذا الظلم. وأنا كشاعر ما دوري؟ أنا كنت هنا في الإمارات، لكن كنت مع شعبي وكنت أزور سوريا في تلك الفترة، فوجدت نفسي أخاطب هذه الجماهير باللغة التي تفهمها، بقصائد عامية وبمعلقات عامية، وأيضا أخاطبها بشكل مباشر أنه لا شيء أغلى من الحرية ولا شيء أغلى من الكرامة. وهذا بالتالي ركز علي الرقابة الأمنية الداخلية هناك، وهددوني، وصلت تهديداتهم إلى هنا، وبالتالي صدرت أحكام غيابية وملاحقات أمنية داخل سوريا، وأصبحت رأسا مطلوبا في بلدي إذا سافرت إليه، أو ومصيري ومصير الناس الذين قتلوا أو الذين غيبوا أو الذين أبيدوا تحت التعذيب. لم يطبع لي في سوريا ولا كتاب واحد، طبعت كلها في بيروت، منعت من الرقابة الثقافية والأمنية، اتحاد الكتاب منع كتبي ولم يوافق عليها، وزارة الثقافة لم توافق عليها، كنت أطبعها في بيروت وتصل إلى الناس إما تهريبا أو بطرائق معينة. كل كتبي طبعت في بيروت الشعرية، وهي شعر لم تطبع في سوريا، لكن بما أنني كنت في سوريا كان هامشي واسعا نوعا ما، يعني لو كنت في الخارج لمنعت من أي شيء، لكن كوني أعمل في الصحافة ولي وجود ولي حضور ولي جمهور، كنت أستطيع أن مثلا أن ألقي بعض القصائد في المراكز الثقافية دون أن أحذف منها شيء، وكانت تصل إلى الناس، لذلك الكلمة تنتقل وكلمة الحب تبقى، والحب هو الذي يعانق النور، والشعر والفن مهمته أن يطهر الناس ويعيد أذواقهم إلى الجوانب الإنسانية والفنية.